اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه في كتابه المعروف بغاية الاختصار، أو الذي سماه هو غاية الاختصار، هو معروف بمتن أبي شجاع لكن اسمه هو غاية الاختصار. قال: في وقت أيه ما شاء، وأن ويجمع بين المغرب والعشاء، في وقت أيه ما شاء. هذه كنا قد تكلمنا فيها، وسوف نتعرض اليوم لشيء هو لم يتعرض له الإمام أبو شجاع، ولكن وفاء بالبحث الفقهي واستفاء لمسائل الدرس ينبغي أن نتعرض له، لأنه قد يقع لنا، لا سيما أننا نسافر وأننا نتحرك من بلدة إلى بلدة أخرى، فلزاما علينا أن نذكر حكم جمع التقديم وما هي شروط جمع التقديم. وقد أحسن صنعا الإمام ابن قاسم الغزي عندما ذكر شروط جمع التقديم استفاء لمسائل الدرس، وهي ثلاثة كما ذكرها، وزاد عليها غيره أكثر من ذلك. الثلاثة اللي ذكرها: أولها أن يبدأ بالظهر قبل العصر، يعني يبدأ بالظهر قبل العصر. لما تتكلم في جمع إيه؟ جمع التقديم. ما هو جمع التقديم؟ هو أن تجعل الصلاة الثانية مفعولة في وقت الأولى. أنا عندي الصلوات التي يجمع بينها المغرب والعشاء والظهر والعصر، فجمع التقديم صورته أن نأخذ صلاة العصر ونوقعها في وقت صلاة الظهر، وأن نأخذ صلاة العشاء ونؤديها ونفعلها في وقت صلاة المغرب. هذا هو جمع التقديم. ليه بقى سمي تقديما؟ لأنك قدمت الصلاة الثانية عن وقتها المقرر لها شرعا، فده بيسموه ايه؟ جمع التقديم. وجمع التقديم أو جمع التأخير سببه السفر، العلة في وجوده السفر المرخص. الشرط الأول أن يبدأ بصاحبة الوقت. يعني يبدأ بصاحبة الوقت، ما أنا هصلي العصر وأجعلها في وقت صلاة الظهر، ماذا أصنع عندما أفعل؟ أبدأ بصلاة الظهر أولا، ثم بعد ذلك أتبعها بصلاة العصر. ولذلك ينبغي أن يرتب بينهما. يبقى الشرط الأول ده يعبر عنه بالإيه؟ بالترتيب. ترتيب يعني إيه يا مولانا؟ يعني أن يفعل صاحبة الوقت أولا، ثم بعد ذلك يتبع صاحبة الوقت بالتي أخذت من وقتها وجعلت في وقت الأولى. من صاحبة الوقت الظهر، ومن صاحبة الوقت المغرب. أبدأ بصاحبة الوقت وهو الترتيب. إيه الفكرة؟ الفكرة إن صاحبة الوقت هي الأصل، والتي جعلت معها تابع لها، والشأن أن يقدم المتبوع ثم بعد ذلك يؤتى بالتابع. أمال هي تابع ليه؟ شأن التابع هكذا، أن يكون في الدرجة الثانية بعد المتبوع فعلا. طيب، وهو عبر عنه بتعبير
مختصر أن يبدأ بالظهر قبل العصر، وبعضهم يعبر ويقول أن يرتب. لا مشكلة في هذا التعبير ولا في هذا التعبير، لأن هذا التعبير وهذا التعبير يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهو الوصول إلى المعنى المراد من أقرب طريق. إلا أن بعضهم يعبر بالترتيب فيرتكب الأقصر، يعني الأكثر اختصارا، وبعضهم يعبر بأن يبدأ بالظهر قبل العصر وبالمغرب قبل العشاء إرادا للأوضح. فدول طريقين، أنت عايز الأقصر هتعبر بالترتيب، أنت عايز الأطول والأوضح هتعبر بأن يبدأ بالظهر ثم بعد ذلك بالعصر. طيب، هاب إن هو عكس. عكس يعني إيه؟ يعني بدأ بالعصر ثم بعد ذلك أتبعها بالظهر. التي قدمها لم تقع في موقعها، عصر ظهر، لا دي لا تحسب عن العصر. طب الظهر، لا الظهر وقعت في وقتها فتحسب عن الظهر. لكن هل له بعد ذلك أن بعد أن عاد إلى صوابه أن يفعل بعد ذلك العصر؟ نعم، إن لم يطل الفصل. يبقى لو عكس لم يصح. يعني إيه لم يصح؟ لم يصح العكس، يعني إن أنا قلبتها، يعني المقدم لم يقع في محله، فلا يكون واقعا عن الصلاة المقدمة. قدمت العصر ثم الظهر، لا ظهرك لا تصح، عصرك لا تصح، لم يصح. السؤال الأول، لم يصح يعني إيه؟ يعني العصر التي قدمناها على وقتها لا تقع عن العصر التي تثبت في ذمتنا. طيب، أمال هتتحسب لي إيه؟ هتروح كده يعني في الهوى ولا تحسب؟ قال له طيب، صلى على سيدنا رسول الله، انت لما قدمت العصر على الظهر في جمع التقديم قدمتها وانت عالم بان التي يبدأ بها الظهر ثم يؤتى بعد ذلك بالعصر، وكنت عامدا، اي فعلت ذلك قاصدا للتقديم. فان كنت عالما بالحكم، رقم اثنين، قاصدا لأن تقدم، لأن ممكن يكون وقعت منه سهوا، ممكن يكون وقعت منه جهلا. لو قاصد وعالم هذه الصلاة لا تحسب لك شيئا. ليه؟ هو أنا بلعب؟ بتلعب، لأنك تعلم أنها لا يجوز تقديمها ولا تقع عن الصلاة وأتيت بها، فأنت متلاعب، والمتلاعب من شأنه ألا يدرك فضيلة الصحة. أنت متلاعب، والمتلاعب ليس من شأنه أن يدرك فضيلة الصحة. طيب افرض إن أنا ناسي، يعني لو أنا متلاعب وأنا متعمد مش هتتحسب لي شيء، حتى ولو قلت لزوجتك إن أتيت بصلاة العصر فأنت طالق، فصليت الصلاة دي، لا ما تطلقش منك، لأنها لا تسمى عصرا ولا تسمى نافلة. فلو قلت لها لو صليت صلاة العصر فأنت طالق فصليت هذه الصلاة وقدمتها، لا يقع الطلاق. أو إن صليت صلاة فأنت طالق، لا يقع الطلاق، لأنها لا تسمى صلاة. طب هب إني أنا ناسي، قدمت العصر على الظهر في جمع التقديم تقديما ناسيا فيه، او جاهل، ما انا ما اعرفش، والحكم ده انتوا تعرفوه يا مشتغلين بالفقه، يا بتوع متن ابي شجاع وبتوع منهاج الطالبين، انتوا اللي عارفين الحكم ده، اما ده يخفى على العوام. فافرض ان هو نسي او قدم جاهلا، هل ستقع نافلة؟ نعم.
بشرط ألا تكون عليه صلاة عصر فائتة. لو عليه صلاة عصر فائتة تقوم هذه العصرة التي قدمها مقام العصرة التي فاتته، تتخذ كده صلاة العصر دي تؤخذ وتجعل مكان التي تركها. طب لا، هو بسم الله ما شاء الله رجل يؤدي صلاته كاملة في وقتها وما عليهوش ديون، ما بيحبش ينام وعليه دين، تقع بقى؟ قالوا تقع نافلة، لأنه إذا بطل الأخص بقي الأعم. العصر دي أخص والصلاة مطلقا أعم، فبطلت العصر لأنها لا تقع عن صاحبة الوقت لأنها فقدت شرطها وهو التأخير، أدي واحد. ولا تقع عن غيرها لأن غيرها مش موجود، فتنتقل إلى مطلق صلاة، ومطلق صلاة أقل مطلق صلاة يصدق بالنافلة. يبقى ديت خدوها منين؟ إذا بطل الأخص بقي الأعم. طب مولانا لماذا؟ قلنا بالقاعدة في الصورة الثانية، وهي صورة النسيان وصورة الجهل، ولم نقل بها في صورة العمد والعلم. قالوا لأن هناك قاعدة أخرى، وهي أن المتلاعب لا ينال فضيلة الصحة. المتلاعب لا ينال فضيلة الصحة لأنه يعاقب بنقيض قصده، والعبادة لا مدخل لها في التلاعب، أنت شخص بتتلاعب. طيب يا أخوان، ماذا يصنع بقى بصلاة العصر؟ احنا قلنا صلاة العصر التي قدمت، قلنا بأن صلاة العصر التي قدمت على وقتها لا تقع عن عصر هذا اليوم الذي نصلي فيه. ماذا نصنع؟ قال بعد صلاة الظهر مباشرة تؤدي صلاة العصر إن أردت أن تجمع بين الصلاتين. إن أردت الجمع صلي صلاة العصر ثانية بعد صلاة الظهر مباشرة إن أردت أن تجمع، وإن لم ترد أن تجمع، أنا مش عايز، أنا لا أريد أن أجمع، لك هذا وتصلي العصر في وقته. وليس معنى أنك قدمت العصر على الظهر أنه قد تعين عليك جمع التقديم، لا، لأن جمع التقديم لا يتعين بهذا، لأنه ليس هناك دليل شرعي مرعي واضح يعين جمع التقديم في هذه الحالة. الشرط الثاني، كلام ده مهم جدا، لا من أجل العلم ولكنه من أجل التعبد. الثاني، يبقى ده الشرط اللي إيه يا مولانا؟ الثاني نية الجمع، يعني شرط من شروط جمع التقديم النية، فالنية شرط. طيب وما كيفيتها وما محلها؟ هذا سؤال ثاني. طب وكان الشرط ليه يا مولانا؟ شرط حتى تميز التقديم المشروع عن اللعب، اللي هو تقديم اللعب أو تقديم السهو، لأن النية إما أن تفرق بين العبادة عن العادة، هذه ماهية النية، أن تفرق العادة عن العبادة، أو تميز رتب العبادات، أو تميز صفات العبادات. طب ما أنا ممكن أقدم الـ يعني مثلا أنا صليت الظهر، وبعد ما ختمت الظهر كأني سمعت إن العصر أذن، فقمت صليت العصر، ثم بعد ذلك تبين لي أن هذا الأذان
كان بيجرب ميكروفون الجامع، يعني لم يقع موقعه. طب العصر اللي انا قدمتها بقى ده عقد تقديم سهو، فجاءت النية حتى تفصل هذا التقديم السهو عن التقديم المقصود او التقديم العبثي. لما صلي بقى وخلاص، وقت يا عم انتوا بقى لسه قاعدين في موضوع الوقت، العبادة كلها لله، الله اكبر في كده. طيب يا اخوانا، نية الجمع، طب ماذا تكون؟ قالوا نية الجمع تكون في الصلاة بشرط ألا يسلم بدون أن يأتي بها. يبقى شرطها أن توجد في أثناء الصلاة ما لم يسلم. فهمنا كده؟ ده محلها، مكانها أن تكون في أثناء الصلاة، يا إما أول الصلاة، يا إما وسط الصلاة، يا إما قبل أن يسلم، يعني وقتها من أول تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم. طب أفضلها، أفضل وقت ليها، ده وقت الجواز، وقت جواز النية من أول العبادة إلى آخر العبادة قبل أن يسلم. طب وقت الفضيلة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لأن هذا هو الوقت الذي اتفق العلماء فيه على اعتبارها، وما عداه محل خلاف. طيب يا أخوان، كلام سليم. يبقى الأفضلية أن تقترن نية الجمع بتكبيرة الإحرام. يبقى كده وهو بيقول الله أكبر نوى بقلبه أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب. طب هل يكفي أن أقدمها على الصلاة الظهر أو صلاة المغرب؟ لا. طب يا مولانا، ما هنتوا بتقولوا الصيام مش لابد أن أنا أنوي الصيام مع أذان الفجر، يجوز أن أصوم بنية أو بعزيمة قبل أذان الفجر، فيجوز كذلك قياسا على هذا اني انا انوي، ده في رأي بيقول كده وهو رأي للرياني، فيجوز ان انا انوي الجمع قبل الصلاة قياسا على نية الصيام قبل طلوع الفجر. ما هو طلوع الفجر ده اول وقت الصيام، وما شرطش الشرع عليا ان انا اترقب الفجر ثم بعد ذلك أوقع النية مع أول طلوع الفجر، فأجاز أن أنوي في أثناء الليل قبل ابتداء الصيام. فكذلك هنا قبل ما أصلي أبناوي، وهذا رأي قيل ولكنه ضعيف. وضعفه جاي منين؟ جاي من الفرق ما بين البابين، إن هذا ممكن في الصلاة وعسير جدا في الصيام، ما تقدرش عليه، لأن مين بقى اللي هيبدأ بقى قاعد كده هو ويرتقب الفجر وأول نقطة من الفجر كده قلبه يتحرك؟ صعبة، ده قد تكون يعني إيه، يعني مستحيلة. وكذلك لا يصح تأخيرها عن السلام. طيب والثالث، الموالاة بين الأولى والثانية. الموالاة بين الأولى والثانية، يعني أن يأتي بالثانية وهي التابعة بعد الإتيان بالمتبوعة فورا، بألا يكون بين الأولى والثانية فاصل طويل عرفا. وهنا كان في شوية فروع لطيفة، يعني شوية فروع، يعني ايه؟ يعني مجموعة فروع لطيفة. يبقى فهمنا الشرط، نتكلم بس عن الشرط. يبقى الموالاة بين
الأولى وبين الثانية بألا يطول الفصل بينهما. طيب لو طال الفصل ما بينهم يا أولاد يضر، وذلك بأن يصلي نافلة، صلي ركعتين النافلة، صليت الظهر وقلت اما صلي بقى النافلة، الله أكبر، وصليت الركعتين، وبعد ما صليت الركعتين أريد أن أجمع، لا يصح. طب ده أنا صليت الراتبة، ما ينفعش. طب أنا هصلي ركعتين خفيفتين نافلة مطلق، لا يصح. طب ده أنا الله أكبر صليت صلاة الظهر وعايز أجمع، وقبل ما أجمع صلاة العصر مع الظهر حضرت جنازة، أصلي بقى جنازة، فصليت الجنازة، ما ينفعش أجمع لأن ده فصل طويل. طيب سجدة التلاوة بقى وسجدة الشكر بعد ما صليت صلاة الظهر، اتصل بي أصحابي وقالوا لي أبشر لقد نجحت بامتياز في جامعة الأزهر في السنة الرابعة، يعني هتبقى مجتهد مطلق. فرحت يا مولانا سجدت سجدة شكر، فهل ينفع ان انا بعدها اقوم واصلي العصر جمعا ولا لا؟ فيها خلاف، وبعضهم اجاز لان سجدة الشكر لطيفة قصيرة لا يطول بها الفصل، ومثلها كذلك سجدة التلاوة. صليت صلاة الظهر وأنا لسه هكبر لقيت أخويا جنبي بيقرأ فاسجدوا لله واعبدوا، فرحت سجد سجدة التلاوة وقمت. ينفع إن أنا أصلي صلاة العصر جمعا؟ نعم، لا يضر ذلك يعني. أمال يا مولانا اللي يضر؟ قال له أن يطول الفصل عرفا حتى ولو كان بعذر. صليت وبعد ما قلت السلام عليكم ظهر السلام عليكم، حصل أني أنا نعست، نمت شوية، وقمت كده وأنا ممكن مقعدتي لقيت نفسي نمت شوية كده أكتر من ركعتين. ينفع أقوم أصلي صلاة العصر جمعا؟ لا، لأن الفصل طال، وما دام طال الفصل يا مولانا يبقى كل سنة وانت طيب. وإذا طال الفصل هعمل إيه؟ يجب عليك حينئذ أن تؤخر صلاة العصر حتى تصليها في وقتها. طب إذا كان فصل يسير عرفان، قال له فصل يسير عرفان ده ما فيهوش مشكلة، بس بشرط الفصل اليسير عرفا ده لا يكون بمقدار ركعتين، اقل من ركعتين. طب افرض انا دخلت واتوضيت جددت الوضوء، لان انا كنت بصلي جنب الحمام، صليت الله اكبر صلاة الظهر ثم بعد ذلك اريد ان اجدد الوضوء لأن يشرع لي حينئذ أن أجدد الوضوء. طب ده الوضوء هياخد قد إيه؟ ده أقل من ركعة، يلا خش مفيش مشكلة. أو أنا أحدثت، مفيش مانع أنك أنت تتوضأ. طب أنا عايز، أنا أحدثت والمشكلة أن مفيش مية اتيمم، مفيش مانع. طب ينفع أطلب الماء لو كان طلب خفيف، وطلب الخفيف بشرط ألا يزيد على يعني مقدار ركعتين. طب ينفع أقيم للصلاة الثانية؟ ينفع لأن الإقامة يسيرة. طيب انتهينا من جمع الإيه مولانا؟ جمع التقديم. في بقى شرط ذكره المحققون وفي شوية فروع هنرجع لها دلوقتي مع بعض. كان الشيخ الباجوري ذكر أن في شرط آخر من شروط جمع التقديم، وهي دوام السفر إلى عقد الثانية، دوام السفر إلى عقد الثانية.
يعني ايه؟ يعني انا نويت الجمع، فقلت الله اكبر، صليت صلاة الظهر وانا معي رخصة السفر، انا مسافر في الطريق اهو، او ذهبت الى مدينة الاسكندرية ساجلس اقل من 3 ايام، يبقى انا مسافر ليا الجمع. فرحت مصلي صلاة الظهر مخلصها، ورحت الله اكبر صليت صلاة العصر جمع تقديم، وانا بصلي عجبني الجو في اسكندرية، فنويت ان انا اقعد اسبوع. انا اقامت اهو، اكمل جمع ولا ما اكملش جمع؟ اكمل جمع. لماذا؟ لان العذر وهو السفر كان موجودا عند ابتداء التكبيرة، اي تكبيرة الاحرام لصلاة العصر. ولذلك اقول دوام السفر الى عقد الثانية، وعقد الثانية انما يحصل بتكبيرة الاحرام. اول ما اقول الله اكبر، بعد ما اقول الله اكبر نويت الاقامة، اكمل الجمع مفيش مشكلة. لكن هاب ان انا قلت الله اكبر، صليت صلاة الظهر، سلمت، قلت الله، طب ما نقعد اسبوع، ايه المشكلة؟ واردت ان انا اقوم اصلي العصر جمع، ما ينفعش، لان العذر لم يكن موجودا عند عقد الصلاة الثانية. انت عند الصلاة الثانية كنت ايه؟ كنت حضرتك مقيم ولست مسافرا. طيب خلصنا من الشرط ده، وفي شرط اخر، وهو انه يشترط ان تكون الصلاة الاولى صحيحة يقينا، يعني ان يتيقن من صحة الصلاة الاولى اللي هي صلاة الظهر او صلاة المغرب، او يظن ان الصلاة صحيحة حتى ولو وجب عليه الاعادة، كان صلى الظهر والمغرب في مكان يكثر فيه وجود الماء وتيمم، هي صلاة صحيحة ولكن ليست مغنية عن القضاء، ولكن يجوز مع هذا أن تضم إليها العشاء وأن تضم إليها العصر. وذكر علماؤنا أن فاقد الطهورين له أن يجمع، وأن المتيمم بمحل يكثر فيه وجود الماء مع أنه هو يجب عليه الإعادة له أيضا أن يجمع لوجود شرط الجمع. وقالوا بأن المتحيرة لا يجوز لها الجمع لأنها غير متيقنة وغير ظنها صحة الصلاة الأولى. وعارفين من هي المتحيرة ولا لا؟ هي على طول بيبقى نازل عندها الدم 24 بتاع دوت شهر كامل، ولا تستطيع أن تحدد دم الحيض من غيره. طيب في هنا بقى شوية بعض الفروع أحببت أني أنا أذكرها، لأنها يعني فروع لطيفة منيفة. الموالاة، مش احنا ذكرنا أنه لابد أن يوالي بين الصلاتين؟ افرض أنه هو صلى صلاة حالة، فكر معانا، صلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك صلى صلاة العصر، ثم بعد ذلك بعدما صلى صلاة العصر تأكد أنه ترك الفاتحة من صلاة الظهر، ما الحكم؟ صلاة الظهر يا مولانا غير صحيحة، وجب عليه إعادتها، والعصر التي صليت بعد الظهر أيضا غير صحيحة لأنها لا تصح إلا بصحة الأولى، يبقى يعمل إيه؟ يصلي من جديد، صلي الظهر ثم بعد ذلك يتبعها بالعصر إن أراد الجمع. ليه؟ لأن الصلاة الثانية غير صحيحة والأولى غير صحيحة، والثانية تبطل بسبب بطلان الأولى،
لأنها منبني عليها. طب افرض إن هو ترك ركنا من الثانية للأولى صحيح، وإن كان الفاصل قريب يأتي بالركن، بعيد يبقى خلاص عليه أن يصلي العصر في محلها. ولذلك شوفوا الشيخ البجوري بيقول: فلو تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وجوبا، يعني الظهر والعصر، لبطلان الأولى بترك الركن منها مع تعذر التدارك بطول الفاصل، صح؟ لأنه ما يقدرش يقوم ويقول الله أكبر أما أقرأ الفاتحة وابني ما بعدها، لأنه صلى صلاة العصر فيما بين صلاة الظهر وما بين يعني إمكان التدارك، الفصل طويل. وإذا طال الفصل ما بين الصلاة التي ترك فيها ركن وما بين التذكر بترك ذلك الركن فإنه حينئذ لا يمكن أن يأتي به. وبطلان الثانية لماذا؟ لأنها ليست بعد الأولى الصحيحة، فقد فات الترتيب. وله جمعهما تقديما وتأخيرا، ممكن بعد كده هو لك ان انت تجمع الظهر والعصر تقديما ولك ان انت تجمع الظهر والعصر تأخيرا، مفيش مشكلة. او من الثانية، يعني ايه؟ يعني انه ترك ركنا من الصلاة الثانية وهي صلاة العصر في مسألتنا او صورتنا، ولم يطل الفصل بين سلامه منها وتذكره تداركه. ايه ده انا تركت السجود من الركعة الرابعة ولم يطل الفصل، الله اكبر، وارجع مرة ثانية اتي بما تركت ثم بعد ذلك اسجد للسهو ثم بعد ذلك اسلم وصح الجمع. وان طال الفصل بطلت العصر، وحينئذ يجب علي أن أصليها في وقتها. طب افرض إن هو، وده استفاء بحث فقهي، لم يعلم أن الترك من الأولى أو من الثانية، ترك الفاتحة وتذكر، قال إذا أنا تركت الفاتحة يا ترى الفاتحة من صلاة الظهر أو من صلاة العصر؟ لا يعلم، أرتج عليه. أعادهما لأنهما ثبتا في ذمته بيقين فلا يسقطا إلا بيقين. احتمال أن تكون الفاتحة المتروكة من الصلاة الأولى وهي الظهر، وإذا كانت من الأولى يبقى الصلاة الثانية باطلة والأولى باطلة كذلك. أما بطلان الأولى فلأنه لم يأتي بالفاتحة ولم يتداركها لفوات وقت التدارك، وأما الثانية فلأنها إنما تصح بتقدير صحة الأولى والأولى غير صحيحة. أعادهما وجوبا بلا جمع تقديم بأن يصلي كل واحدة في وقتها، أو يجمعهما جمع تأخير لوجود شرط جمع التأخير. أما وجوب إعادتهما، طب أنت لماذا تجعلنا نعيد الصلاتين معا؟ ما احنا عايزين نفهم العلل عشان نستطيع أن احنا يعني نكون أكثر امتثالا، نفهم المنهج العلمي، نفهم يعني القياس والحكم جه إزاي، حتى نستطيع أن احنا ننسج على منوال هذا. فالاحتمال أن الترك من الثانية، لما جمع التقديم؟ قال لأن الترك ممكن يكون من الثانية ولم يستطع أن يتدارك فتكون الأولى صحيحة والثانية باطلة فيطول الفصل بالثانية الباطلة. يبقى الثانية الباطلة دي لا يصح أن أنا أصلي بعدها صلاة العصر مرة ثانية لأنها ركعتين والركعتين طوال، فما ينفعش أصلي بعديهم العصر. والأولى المعادة بين الأولى والثانية، طيب خلاص خلصنا من الفرع ده. يلا انقل بقى على جمع ايه؟ جمع التأخير. وبقى أيضا جمع التأخير ما ذكروش الإمام أبو شجاع، ولله ضر ذلك الشارح.
ابن قاسم الغزي الذي يعني أتى بالفوائد وذكر جمع التقديم وجمع التأخير، لأن هذه الأشياء مهمة. فجمع التأخير، إيه بقى هو جمع التأخير؟ هو أن نجعل الصلاة الأولى في وقت الثانية، يعني أن نجعل صلاة الظهر مع صلاة العصر، ونجعل صلاة المغرب مع صلاة العشاء في وقت صلاة العشاء. هو ده جمع الإيه؟ التأخير، جاي لأن احنا أخرنا الأولى عن وقتها، التقديم قدمنا الثانية على وقتها. كم شرط بقى للجمع التقديم التأخير؟ قال: فيجب فيه أن يكون بنية الجمع. هذه أول شيء، يعني لابد أن أنوي الجمع في وقت صلاة الظهر أو في وقت صلاة المغرب. ده أنا هأخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لابد من نية حتى تفرق بين الترك عبثا والترك من أجل الجمع. فهمنا؟ مفهوم. أن يكون بنية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى، يعني في وقت الصلاة الأولى، اللي هو إيه بقى وقت الصلاة الأولى؟ اللي هو وقت الظهر أو وقت المغرب. فما ينفعش قبل صلاة المغرب ولا قبل صلاة الظهر. ويجوز تأخيرها، يعني يجوز تأخير النية إلى أن يبقى من وقت صلاة الظهر أو من وقت صلاة العصر ما يسع قدر ركعتين بأقل ما يجزئ فيهما، يعني أقل ما يجزئ في الركعتين يتصلوا في قد إيه؟ تقريبا يا مولانا الركعتين بأقل ما يجزئ 3 دقائق، 3 دقائق. يبقى قبل صلاتي أو قبل أذان العصر وقبل أذان العشاء يجوز قبل ذلك ب3 دقائق أن أنوي الجمع. فهمنا؟ طب لو عدت 3 ما ينفعش، دخلت في الحرمة. يبقى النية ديت لماذا؟ النية لدفع الإثم ولوضع جواز الجمع. جوازه يعني إيه؟ يعني إباحته، مش جوازه يعني اللي هو النكاح. قال: ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدأت فيه كانت أداء. أداء يعني إيه؟ أداء، أداء حقيقي، اللي هو إيه؟ إن أنا أوقع الركعتين قبل الأذان، بأن يبقى ما يسعها، ده كلام الشيخ الباجوري، تامة إن لم يرد القصر. يعني لو أراد القصر يبقى المعتبر 2 ركعتين، لو أراد الإتمام يبقى المعتبر 4 ركعات. ال4 ركعات في كام؟ في 6 دقائق. الركعتين في كام؟ في 3 دقائق. نيتك إيه؟ قال: نيتي إن أنا أصليها تامة. يبقى لابد أن تنوي الجمعة قبل الأذان ب6 دقائق. طب أنا أريد أن أصليها مقصورة، لابد أن تنوي الجمع قبل وقت الثانية ب3 دقائق. حلو كده. ولا يجب في جمع التأخير ترتيب. يبقى لا ترتيب في جمع التأخير يا أولاد، ولكن يسن. ولا موالاة، يعني ولا تجب الموالاة في جمع التأخير. مسألة سهلة، يعني ممكن إني أنا أصلي الظهر ثم أصلي العصر، بسيطة. ممكن أصلي العصر ثم أصلي الظهر، بسيطة.
ده يصح وده يصح، وإلا ولكن الأفضل أن تبدأ بالأولى وهي الظهر ثم بعد ذلك العصر للترتيب. والموالاة يعني ولا يشترط الموالاة ولكنها تسن. طب لماذا لا يجب؟ ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نفهمه، دي العلل التي نريد أن نفهمها. الإمام الباجوري بيقول لأن الوقت صالح للأولى. أصله خليك معايا دلوقتي، احنا في صلاة العصر، صلاة العصر يصح فيها الظهر سواء تركتها عمدا أو تركتها بنية الجمع، فالعصر صالح لصلاة الظهر مطلقا سواء كان ذلك تعديا أو كان ذلك بنيات الجمع، ولو كان تابعة أو غير تابعة. ولكن في جمع التقديم لا، وقت الظهر ليس وقتا للعصر إلا بنية الجمع، ووقت العصر وقت للظهر سواء نوى الجمع أو لم ينوي الجمع، ولا نية الجمع على الصحيح، يعني ولا يشترط كذلك في وقت الثانية أن ينوي الجمع لأنه نوى واكتفي به في وقت الأولى. على الصحيح في الثلاثة اللي هي الترتيب والموالاة ونية الجمع. انتهينا من جمع التقديم وجمع التأخير بطريقة لطيفة جدا، أظن أنها وضحت في أذهانكم وبانت في عقولكم. نتكلم بعد ذلك على الجمع في المطر وشروط الجمع في المطر. قال ده بقى مين بقى اللي بيقول؟ خش بقى على متن أبي شجاع، احنا اعتبر أخذنا حاجات مهمة جدا من شرح ابن قاسم، وأخذنا تعليقات وبعض الفوائد من الإمام الباجوري. أنا عاشق لسيدنا الإمام الباجوري من ما يربو على أكثر من 20 سنة، وأنا عاشق للإمام الباجوري وأرى أنه يعني لخص من قبله ونقح وزاد وأفاد، فيعني الحمد لله الذي جعل لنا الإمام الباجوري. هو ميت سنة 1277، يعني بقاله كم سنة أولاد؟ بقاله حوالي 150 سنة. طيب، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما، ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما. يبقى هذا شروع، هذا إن بدأ يتكلم على الجمع في المطر بعد أن تكلم على الجمع في السفر. يبقى أنا عندي الجمع له سببان، إما سفر وإما مطر، وعلى المشهور في المذهب لا جمع بالمرض، وسنتكلم أيضا عن الجمع بالمرض، ونقول في كلام لطيف إن شاء الله، لأن شريعتنا يسر رفعت المشقة والحرج عن الكل. قال ويجوز للحاضر، الحاضر فسر بأنه هو المقيم، وجه الشيخ الباجوري بقال إن الحاضر ليس المقيم، ليس ايه؟ ليس بقيد. قال لك يجوز للحاضر ان يجمع بسبب المطر. طب ما يجوز كذلك للمسافر ان يجمع بالمطر، بس المسافر بقى يتوفر لديه سببان في الجمع. اراد ان يجمع بسبب السفر له ان يفعل، لان خلي بالك ان جمع المطر لا يكون الا في التقديم فقط، ما فيش جمع للمطر بالتأخير. أراد أن يجمع جمع تقديم بسبب السفر له ذلك، أراد أن يجمع جمع تقديم للمطر له ذلك. فقضية للمقيم
حتى يحدد يعني انه دوت مش خاص للمقيم، لا بس هو جائز للمقيم زيادة على جوازه للمسافر، فيجوز الجمع بالمطر للمسافر أيضا. ولكن اختلفوا، قالوا يا ترى وهو المسافر بيجمع هل يشترط عليه أن يحدد وأن يعين سبب الجمع أم لا؟ يعني هو بيجمع كده ما بين الظهر والعصر في وقت الظهر، هل يجب عليه بقلبه أن يقول جمعت أو أجمع بين الصلاتين بسبب السفر أو أجمع بين الصلاتين بسبب المطر؟ يعني هل يجب عليه أن ينوي السبب أم لا؟ أم يكتفى في حقه بمطلق الجمع؟ مش إحنا قلنا إن في جمع التقديم يشترط أن ينوي في الأولى، في أثنائها طب ينوي إيه؟ ينوي الجمع مطلقا ولا ينوي الجمع السفر أو جمع المطر؟ لدينا وجهان في المذهب. ذهب بعضهم إلى أنه يشترط عليه أن يعين السبب، يعني هو في وقت الأولى يقول هكذا بقلبه نويت أن أجمع صلاة العصر مضمومة مع صلاة الظهر بنية جمع السفر أو بنية جمع المطر يحدد. وذهب فريق آخر من أصحابنا الشافعية إلى أنه لا يشترط، بل يجوز له أن ينوي مطلق الجمع، لأنه سواء كان سفر يصح، سواء كان مطر يصح، التعيين لا يفيده شيئا. ولكن الشيخ البجوري رجح الإطلاق على التقييد. طيب في المطر، طيب المطر معناه انتوا عارفين نزول الماء من السماء، ومثله الجمع بسبب الثلج، لذا بالنسبة لمن جلس في أماكن ينزل فيها الثلوج، هو بيصلي الظهر كده وجد الثلوج نازلة خلاص يجمع ما فيش مانع. والبرد إذا ذاب حال نزولهما، يعني الثلج والبرد نازل ولكن عند النزول ذاب، طب ما دي بقى مثلها مثل المرض. ومثله الشفان، الشفان دي ريح باردة فيها مطر خفيفة، يجوز أيضا أن يجمع في حال وجود الشفان. طب والوحل وغيره من الأسباب المبيحة لترك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، يعني عنده مثلا سمن مفرط، عنده قريب يريد أن يمرضه، هل ينفع يجمع أم لا؟ قالوا لا، لأنه ليس في معنى المنصوص. طيب بالنسبة بقى لجمع المرض ده خليه في الآخر. أن يجمع بينهما، في المتن بيقول يجمع بينهما، يعني يجمع ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويقوم مقام الجمع بين الظهر والعصر الجمعة والعصر على المعتمد. ده بالنسبة إذا كان جمع إيه؟ إذا كان جمع تقديم. والدليل على ذلك ما في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، والباء هنا بمعنى فيه يعني في المدينة، الظهر والعصر جميعا يعني مجموعة، والمغرب والعشاء جميعا يعني مجموعة. زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. الإمام الشافعي قال إيه؟ هو الجمع إما أن يكون بسبب الخوف أو بسبب السفر أو بسبب المطر، نفى الخوف ونفى السفر، يبقى باقي عندي الإيه؟ المطر.
وما فيش عند الإمام الشافعي جمع بالمرض. طب ولماذا لا يصح جمع التأخير؟ قال لأنه هو الجمع سبب المطر، والمطر ليس بيد الشخص، يعني الشخص مش بإيديه يجعل المطر ينزل إلى أن يوجد في الصلاة الثانية، ده مش بإيده، ولكنه بيد الله، مش مضمون النزول حتى يكون سببا مجوزا لأن يجمع جمع تأخير. ولذلك شوف العبارة الباجوري قال: لأن استدامة المطر، استدامته يعني إيه؟ استمرار المطر، ليس مفوضا للشخص الجامع حتى يكون بإيديه ويجعله يستمر إلى أن يعقد الصلاة الثانية، فلا اختيار له، لأنه ممكن يأخر صلاة الظهر وصلاة المغرب حتى يوقعها مع صلاة العشاء بسبب المطر، ويفاجأ بأن صلاة العصر ما فيهاش مطر، يبقى ما فيش سبب، ويبقى وقع في التأخير المحرم، وكذلك العشاء. طيب، بل في وقت الأولى منهما، يعني يجمعه في وقت الأولى منهما. وبالجملة زي ما الشيخ الباجوري بيقول: فلا يجوز الجمع بالمطر إلا تقديما فقط، بشرط أن يكون المطر بل أعالي الثياب أو بل الحذاء، بلني من فوق كده، مطر نازل فبلني من فوق من أعالي الثوب، أو بل رجلي، مش لازم بقى يبقى مطر شديد نعوم فيه ليس شرطا. ويعتبر وجود الشروط السابقة، وجدت الشروط السابقة في جمع التقديم. ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين، لا بد من وجود المطر في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، أو صلاة المغرب وصلاة العشاء، ويكون ذلك الوجود إما على سبيل الجزم واليقين وإما على سبيل الظن، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، لا يكفي أن يكون المطر موجود في صلاة الظهر وليس موجودا في صلاة العصر إذا جمعناهم في صلاة الظهر، أو موجود في صلاة المغرب وليس موجودا في صلاة العشاء. يبقى إذا حضرتك وجدت المطر وانت جوه المسجد لك أن تجمع، إذا كنت هتصلي بقى جماعة، لأن الجماعة مشروط في مثل هذا، ده في شروط أخرى، يبقى تصلي الظهر وجدنا المطر وانا شايفه امام عيني، انا متيقن اهو لان المسجد زجاجي وشايف المطر وهو بينزل، او ظان انا سامع صوت المطر، بس ده ظن، خلي بالك مش يقين، لان قد يكون هذا الصوت مثلا واحد بيرمي ميه من فوق، احتمال، يبقى لابد حينئذ من الظن او اليقين. صليت صلاة الظهر ورأيت الماء وهو ينزل، ثم بعد ذلك استمر معي الماء إلى النهاية، ثم بعد ذلك وجد ما بين الصلاتين، فلي حينئذ أن أصلي صلاة العصر مع صلاة الظهر جماعة في ذلك الوقت اللي هو وقت الأولى. طب لو وجد في صلاة الظهر فقط ولم يوجد في صلاة العصر، لا يجوز لك حينئذ أن تجمع. ليه؟ لماذا؟ لأن السبب لم يوجد في وقت الصلاة الثانية، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما. ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى، يبقى يشترط وجوده مع تكبيرة الإحرام ومع السلام، ويبقى ما بين الطرفين. وكذلك يبقى موجود بعد الصلاة، بعد ختام الصلاة الأولى، وموجود مع تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية. يبقى يشترط وجود المطر في أول الصلاتين، أول صلاة الظهر وأول صلاة العصر، ويشترط وجود المطر فيما بينهما، الجزء الفاصل ما بينهم، ويشترط كذلك عند السلام من الأولى،
يبقى عند التحلل من الأولى وعند السلام منها وما بين الأولى والثانية وعند عند التكبيرة الإحرام من الثانية. طب أنا بعد ما كبرت التكبيرة الثانية الحمد لله انقطع المطر، بركة يا جامع كمل مفيش مشكلة. ثم قال وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة، فلو صليت حضرتك منفرد لا يجوز لك أن تجمع بسبب المطر. انتهينا من ذلك. في هنا برضك مسألة مهمة، وهي اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر. اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر، يعني شرط من شروط الجمع في المطر أن تكون الصلاة المجموعة تصلى جماعة. ولكن اختلفوا هل الجماعة شرط في الصلاة الظهر المجموعة مع العصر وشرط في العصر، أو شرط في الثانية فقط؟ قيل وقيل، والمتجه أنها شرط في العصر. الشيخ الباجوري ده اعتماده بيقول لا، هي شرط في العصر بس، أما الظهر فليست شرط، لأن الأولى في وقت، قال لي بقى لأن الأولى تصلى في وقتها فما فيهاش مشكلة، وأما الثانية لا، ده الثانية هي المجموعة وهي المضمومة وهي التي صليت قبل وقتها، فلا بد أن توجد سبب، لابد أن يوجد سبب رخصتها وهو الجماعة مع المطر. وهل بقى، شو بقى الفروع ديت تدل على يعني التفكير المفصل وبحث المسألة من جميع اتجاهاتها والتأمل العميق والسلسلة التفكيرية. هي جماعة شرط، طب الجماعة في الأولى والجماعة في الثانية، ولا الجماعة في الثانية دون الجماعة في الأولى؟ طب وبعد كده شو بقى التفكير، هل الجماعة شرط في كل الصلاة ولا في جزء من الصلاة؟ لا 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 لا، ايه العقول دي؟ ده عقول كانت بتفكر. وهل هي شرط في جميع الثانية؟ خلاص اتفقنا على انها شرط في الثانية. هل لابد حينئذ من ان يعني يأتي بالجماعة من اول تكبيرة الإحرام الى ان يقول السلام عليكم السلام عليكم؟ ما هو خلي بالك ده جمع بس بدون قصر. قال والله برضك فيها خلاف، والمتجه انه يكفي حصول الجماعة في قدر منها، فيكفي وجودها عند الإحرام بالثانية، يبقى الجماعة موجودة مع الله أكبر من صلاة العصر أو من صلاة العشاء حتى ولو انفرد في باقي الصلاة، ولو قبل يعني حتى ولو كان في تكبيرة الإحرام بس. طب حاجة تانية، ونية الجماعة يا مولانا هل هي واجبة على الإمام والمأموم؟ على المأموم طبعا. طب وعلى الإمام هل ينحل بها أو تأخذ حكم الجمعة أم لا؟ الآه يجب على الإمام أن ينوي الجماعة، ولذلك قال ولابد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة في الثانية، أنوي الجماعة أنا كإمام أنوي أني أنا بأم في الصلاة الثانية، أما الأولى فلا. وإن لم ينوي الإمام الجماعة أو ينوي أن يكون إماما في الصلاة لم تنعقد صلاته. شوف شوف شوف، مش انعقدت فرادة، لا لم تنعقد، لأنه أوقعها قبل وقتها بدون شرطها، شرطها أن تكون جماعة وانت ما وقعتهاش جماعة. طب لو علم المأمومون بذلك، المأمومين عارفين ان الامام ما نواش الجماعة، ليه هم معاهم يعني الفانوس السحري؟ ولا هم شقوا عن صدر الامام؟ لا، ما هو ممكن يكون الامام اخبرهم قبل ان يدخل في الصلاة،
وحلف لهم بالطلاق كمان انه ما هوش ناوي الإمامة في الجماعة، لا يبقى ما يصلوش وراه، ولو صلوا وراه صلاتهم بطلة كمان لأن هم بيلعبوا. وقالوا أيضا، كل دي شروط مهمة يا ريت تحفظوها، وألا يتباطأ المأمومون عن الإمام، واشترك كذلك ألا يعني يتباطأ المأموم عن الإمام، يعني الإمام يكبر الله أكبر والمأموم بيتكلم في التليفون والموبايل. يعني لو المأموم فضل يتباطأ حتى بقي مع الإمام قدر لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يبقى المأموم ده صلاته ما انعقدتش، ضر ذلك. ويشترط كذلك أن يكون بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة، مش في المنزل. يعني حضرتك تقول ياه ده المطر شديد، أما أجمع الزوجة وصلي معاها العصر والظهر في وقت الظهر، لا ده انت تبقى فقيه ظريف. عارفين الفقيه الظريف يا أولاد؟ يبقى هو انت. لا بد ان تكون في مكان تقام فيه الجماعات، زي المسجد، زي مثلا الرواق الجاوي، ده مكان تقام فيه الجماعات ويدرس فيه كتب العلم المطولات والقصيرات والمبسوطات. وأن يكون بعيد عرفا، يعني بعيد عن بيت حضرتك، مش المسجد تحت البيت. وتقول أما أنا عايز أجمع الظهر والعصر، أيها الكسول أين تذهب من ربك؟ يكون بعيد عرفا، يعني بعدا عرفيا، يكون بينك وبينه مسافة. لما تمشي في المطر تحط الـ اسمها الشمسية دي التي تبعد عنك الماء، وبرضك رجلك بتغوط في المية. وأما جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بالبطر مع بالمطر بسبب المطر، مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد. خلي بالك، بص الفقهاء عندهم عمق والله، يذكر لك الشرط ويذكر لك ما عسى أن يفسد الشرط ويرد على ذلك، تأصيل فقه دقيق يا ابني. دي مدارس خدمت الشريعة، مش فكرة كده عبيطة خرجت من عبيط في وقت عبيط لأناس أعبط منه، لا، ده عبارة عن بناء هرمي مخدوم، لا يستطيع لا إسلام ولا كفران ولا بتنجان أن يزعزع هذا البنيان، لأنه بناء دقيق بنته سواعد أتقياء وعقول مفكرين، وهؤلاء انضبطوا بالشريعة ووفقهم الله سبحانه وتعالى. يعني سيدنا الإمام الشافعي ربنا أعطاه عقل فائق حتى يؤصله لدين الله وحتى يعلم الأمة من إلى يوم القيامة، ده اختيارات إلهية، فمين بقى اللي يستطيع أن يزعزع هذا؟ أما هؤلاء الكلاب الذين ينبحون على التراث سيموتون وتنتهي حياتهم، ويبقى التراث ناصعا بخدمة المخلصين وخدمة المدارس الفقهية المعتبرة المعتمدة. أو يقول لك لابد أن يكون بعيدا، طب ما احنا عندنا في السنة أن سيدنا رسول الله جمع وكانت بيوت الزوجات بجوار المسجد. رد بقى يا مولان، لا بس خلي بالك ده بيوت الأزواج، انت مش واخد بالك من الواقع، ده بيوت أزواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، وكان أكثرها أكثر بيوت أزواجه كانت بعيدة عن المسجد، فاحتمال أن يكون لما جمع كان يجلس في نوبة التي بيتها بعيد. شفت بقى جمع ما بين الأدلة، ما هو انت بتقول الجمع ده سببه ايه؟ ده رفع المشقة، ولا مشقة مع كون المسجد جنبك، فلابد ان هو يجد صيغة يرد بها. واجاب الامام بان
للإمام أن يجمع بالمأمومين وإن لم يكن بعيدا. أصل هو الإمام المرتب، الإمام الراتب، ده هو بيفعل هذا لتصحيح عبادة الآخرين لأنه هو القائد، فتسومح في حقه ما لم يتسامح في حق الآخرين. طيب، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه، يعني ثوبه هيبتل، حذاء اللي لسه شاريه هيفسد مثلا، خلاص بس وانا ماشي ممكن المطرة تبلني، وانا رايح المسجد يذهب خشوعي، وانا رايح ايه، وانا راجع تاني اصلي تاني، مش رايح اول مرة، ما انا هصلي الظهر واروح، وانا نازل اصلي العصر هبتل، وبللي ده هيذهب خشوعي، فما فيش مانع حينئذ من ان يجمع. طيب، في بقى الجمع بالمرض، فيه كلام لطيف منيف ينبغي علينا أن نأتي به. يعني قال: واختار في الروضة جوازه بالمرض، يعني الإمام النووي اختار أن المرض من مجوزات الجمع، ولكن المرض مش المرض البسيط، يعني ما عندوش شوية برد يجمع، لا انت بتدلع كده، او لا مؤاخذه درسه يعني نائحه عليه بسيطه، درسه يؤلمه الما بسيطا يجمع، او عنده صداع يجمع، لا 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 ده انت غريب. وجرى عليه ابن المقري، اكيد هتلاقي ابن المقري في كتابه المسمى بروض الطالب، قال الامام الاسنوي في المهمات: وقد ظفرت بنقله عن الشافعي. بيقول كده: أنا بحثت في كلام الإمام الشافعي فوجدت أن الإمام الشافعي في بعض يعني كتبه يجيز الجمع بالمطر بالمرض، نعم بالمرض، والإمام الباجوري بيقول لا ده لسه انتهى. وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة، ده اختيار. شوف الإمام الباجوري يعني عنده إحساس فقهي وإفتائي، قال ده اللائق، ده اللائق بمحاسن الشريعة، لأن من محاسن الشريعة رفع الحرج ودفع المشقة، وقد يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها مشقة شديدة، أصعب من المشقة اللاحقة بالمطر. لا سيما لو كان المريض بيوجه للقبلة وأهله يوضئونه وأهله يساعدونه على الصلاة بمشقة شديدة ويتحرك بحركة مؤلمة، لا ده أولى. أنا أرى أنه بمحاسن الشرع تقتضي أن يكون جوازه أكثر إباحة من الجمع بالمطر. وما جعل عليكم في الدين من حرج فيجوز تقليد ذلك، يعني يجوز لك أيها الإنسان المسلم أن تقلد الإمام النووي فيما ذهب إليه، فإن كنت مريضا مرضا يذهب خشوعك إذا صليت كل صلاة في وقتها فيجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. ويسن أن يراعى الأرفق بنفسه، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع التقديم، يعني لو كانت النوبة بتأتي في وقت صلاة العصر يبقى يجمع جمع تقديم، نوبة المرض وكريزة المرض تأتيه في وقت صلاة الظهر يجمع جمع تأخير بشروط جمع التأخير. طيب يا أولاد، كده خلصنا الجمع بكل أنواعه وأشكاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا للإسلام وإلى الحق، وأن يميتنا على طاعته، وأن يجبر كسرنا، وأن يقوي ضعفنا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين،
وأن يجعلنا من فقهاء الزمان، وأن يقيم بنا الحق، وأن يجعلنا مخلصين، وأن يجعلنا على طريقه سائرين، وأن يجعلنا برسوله مقتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر لنا عيوبنا، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل.